بدنا نطلع على نجهز حالنا نطلع فورا. لو بكون في عمليه بكرم ابو سالم ما حكوش انه في خطر، يعني احنا فرحنا وهيك بنسمع، بمعنى كل واحد ووكمان وبسمع وهو يلعب رياضه بسمع. بعد شوي لو بكونوا يبدو في جندي مفقود، بلشت الفرحه تدب بين الاسرى. يعني كانت بصراحه يوم الخبر علينا، يعني هي اللي احنا اللي عشنا تقريبا 5 سنوات بخطف شليط، والله كانه برا. يعني خلص الاسير بعيش على الامل انه خلص، انه يعني في شيء. يعني تصور اسرى، الاسرى بدون تمييز بين تنظيمات، كل الاسرى كانوا عايشين على الامل. والله يعني اي خبر يسمع خبر وين ما كان يصيروا كل الفورا، الساحه اللي بدنا نحكيها ساحه السجن، الكل بيحكي بالخبر نفسه، واحنا هيك مبسوطين متفاعلين 5 سنوات على هيك. كيف استقبلنا مثلا، انه كيف الاسماء، احنا كنا في سجن قلبوع نوعا ما في الشمال هذا عند بيسان، بعيد عن الاخبار وهيك. كانوا في ما بعد احنا صاروا كل الاخبار تيجي، اخبار انه نستك اخبارنا من للاسف من الاخبار الجرائد العبريه، يقولوا في كل اخبار انه ممكن اللي قبل اوسلو هم ممكن يروحوا بالصفقه. احنا كلنا خلاص احنا فرحانين تتم الصفقه، اللي بروح اذا روحوا غيرنا احنا برضه بنستبشر خير. يعني مش شبه ان احنا مش حاطين امل لنا كثير. فيما بعد بحدود 2008 اجى واحد من سجن رامون، لو بقول له في اخبار انه لا انتم ممكن تبعين الصفقه، في كلام اكيد انكم لا تبعين الانتفاضه هاي والمؤبدات، لهم فرصة كبيرة انه حاطينهم باسمهم بالصفقة. بلش احنا استبشرنا خير كثير. عاد يوم على زمان اولمرت، يوم قربت الصفقة تصير، يوم طلع مصر للفجر تناجل الخبر هو مصر، يعني خلق انه شبه الصفقة بتتم واحنا بننتظر. على هم اللي جابوا انها فشلت الصفقة، احنا بننتظر اعصابنا. عاد اولمرت حاول انه بدي يحرج حماس، جاب العشر المبشرين في الترويحه، يعني جابوا من ضمنها اسمي انا بصراحه، يعني انه يعني الشباب كيفوا كلهم، انا بس انا بقول انه انبسطت انه يعني انه فينا نصيب او باك، يعني انه ممكن يحطوا اسمنا في الصفقه. صحيح انها فشلت، بس اجى بدي احطها بكل ما، يعني انا كنت محكوم 15 مؤبد و20 سنه، وفي ناس كلهم هاي مؤبدات، عجاب هو نماذج، هو حط النماذج عجاب كلهم، انه هاي احنا في عنده الاسرى معظمهم محكمهم عالي، يعني ليش ما توافقوش؟ يعني بس هو احنا العدد كان مش كفايه، حماس انتظرت شوي. يعني حتى وزعنا حلو يعني، انه الشباب كل الناس كل الثانيين يعني الاسرى اللي معنا استبشروا خير، انه هاي في ناس من الجدد. احنا اول شيء كان نقول انه قبل اوسلو، لا حابين مش بس اوسلو، اللي بعد اوسلو اللي هو الشباب، يعني كان لنا نصيب. وبعد عاده التاخر هذا صار، يعني ضلينا صاروا يلعبوا باعصابنا شوي، يقولوا اللي فوق العشر مؤبدات ممكن ما يطلع لهم، يعني خلاص ظل يا سبحان الله الانتظار صعب. وصارت تجي اخبار انه تبديل اسماء، يعني بعض الاسماء مثل مش في كل الاسماء للاسف، يعني هو كان نحكي بك ونايل البرغوث بك، كنا هذا ورق دجاجي، شو بدي يعني شو بدي كف الاسرى كلها عن شليط بين قوسين. يعني مقصود فعلا انه يعني واحد، يعني الاسرى والعدد المؤبدات كثير. يعني الحمد لله كان اخي معي طبعا يوسف، روح معي طبعا هي موجود الحمد لله. يعني استبشروا خير الشباب بالفترة هاي، حتى بعد اولمرت صارت تنزل الجرايد، يعني هارتس والعبريات نزل طبعا مع صور، ينزلوا جابوا مقارنة بيني انا، يعني الاعلام العبري برضه صار يحرض انه على اساس تتم الصفقة بالفترة هاي. بعد اولمرت برضه استمرت فترة مش بسيطة برضه، تمت الصفقة الثانية. قارنوا بين اسمي انا، هي انا 15 مؤبد وفي شاب زيي محكوم، ليش انتم بتروحوا هذا وبتكون مش تروحوا هذاك؟ يعني روحوهم كلهم يعني على اساس تتم الصفقه. وعاد فيما بعد عده مرات جولات مفاوضات، احنا طبعا كنا يجينا معلومات من في اتصالات طب كان فيه،
ونعرف يعني شو فيها، بس مرات ما بيلتزموش اللي هو هي طبيعتهم يعني، يعني ما كل ما تقرب ترجع لها شوي. لأن في النهاية يوم استقبلنا، كيف استقبلنا الخبر؟ يعني أنا كنت أدرس في الجامعة بقدم امتحان، وأنا بقدم الامتحان بطلع على القناة العربية بقول خبر عاجل التوصل اتفاق صفقة لصفقة وفاء العرار الشليط. احنا استبشرنا خير، كل يعني كل الناس الأعصاب مشدودة. بعد شوي بس الخبر كان مش جاي ولا بس المحطة العربية، بعد شوي قاموا قطعوا البث بالقنوات العبرية وجابوهم رايحين على المجلس الوزراء، يعني بدهم يوقعوا الوزراء وهيك. دبت الفرحة كلها في السجن. هسه بالفترة هاي أصعب ما يكون علينا حاليا أنه بده يطلع اسمه. هسه هاي الصفقة حاليا بنهتم، بس يعني مين اسمه؟ هاي أصعب لحظة. يعني هاي خلال احنا يومين يعني أو يوم ونص يعني بطلت أقدر أكل، وبطلت يعني حاسس حالي إنه جسمي مشدود، يعني أعصابه مشدود كثير يعني خلص بطل يجمع الواحد. لأن خلص احنا فرحنا طم في هاي في صفقة، بس يكون واحد اسمه بده يطلع ولا بده يدعى قلبه ما بيحكي. يعني خلال ثاني يوم الشباب احنا اجانا بك في عندنا نت على جوالات، في عندنا جوالات مهربه، كان في جوال امامنا بالغرفه اللي قبالنا، يعني احنا في غرف يعني هنا بجهتنا والجهه اللي مقابل لنا والفورة في الوسط. الشاب لو بحكي لي اذا بيطلع اسمك احكي لك، قلت له ما بديش تحكي لي. بس في الليل في احنا كنا مؤبدات يعني في الغرفه، الشباب صاروا وقفوا على الشعال، يعني خلاص نسيت الحدث وفتت جوا خلاص ولا بيعنين الامر. في الليل بدهم الشباب بدهم يسالوا برضه على اسمائهم، انا ما عرفتش اقعد برضه، صرت اقول انا ليش بديش انحبط بالعربي اذا ما طلعش اسمي. بعدين حسبت قلت اذا لا سبحان الله مش موجود اسمي معنا طول الليل، واحد خلاص بفرغ طاقه ولا يعني. بالفتره هاي لا بحكي للشاب امامي بالغرفه جابوا الاسماء يعني على النت طلوها، لو بحكي لي اسمك بقول له موجود، بحكي لي هيك يعني طالع. قلت مش واضح، قلت له على اساس انه الشبك يعني تقريبا 50 سنتي ب 25 سنتي الطاقه، يعني ببينش حركه الايدين ودنيا ليل شوي. قلت له هيك، قال لي هيك خلاص، يعني انه راح سجلت سجود شكر وكان مش طبيعي يعني عنا. لو بس اللي كانت بصراحه كانت في غصه بالخبر انه طلعناش الا ثلاث من الغرفه، من اصل ثمانيه من الغرفه، كانت والله صعبه ولا قدرنا نفرح. يعني واحد والله إيه يعني في ناس بقول لك انتم بتبالغوا يعني، لا ما تفرح انا مالي مال غيري، والله انها كانت غصه، والله ما شعرنا بالفرحه. طلعنا من السجن وبمجموعتي سليم حجة فك الله وأسره كان موجود، ما طلعش برضه هناك.